عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في كوزين بي منو. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد ورسات جديدة. اليوم مش نعملوا مع بعضنا بشكوتو العيد بطريقة ياسر سهلة وبسيطة وبنين بنين على الاخر، اخفيف وهشوش يذوب ذوبان في الفم. بالحق نودكم ولا نشيكم، ما شاء الله طيحلي كمية لا بأس بها. دونك اللي تزور القناة أول مرة نقول لها مرحبا بك، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومنتير باش نتشجع وديما نعمل لكم وصفات تكونوا انتوما تحبوها. دونك نمروا تويكا لطريقة التحضير والمقادير. بالنسبة للمقادير متاعنا مش نستحق كيلوغرام من الفرينة، ممكن مش نضيفوا عليه من با هكية شوية. عندي 6 بيضات يكونوا بحرارة الغرفة، 400 جرام سكر حبيبات، 250 جرام نشا، 500 مليلتر زيت نباتي. عندي 100 جرام جلجلان رحيتو باش يسيب لي الجو ازيد في وسط البشكوتو نتاعنا. نجمو تعوضوها باللوز بفريوه اي فاكهه تحبوها انتوما. عندي هكا ميم با شويه اروم تاع بنان يبنن لنا برشا البشكوتو نتاعنا، وثلاثه باكوات سكر فاني وثلاثه باكوات خميره مرطبات. دونك اول حاجه مش نعملوها مش نخدمو البيضه نتاعنا بالبي مع السكر والسكر فاني ولا رام متاع البنا اهو كجستين. عندي هكا شوية بالحق يعطي جو ياسر ياسر بنينة، جربوها وتفكروني. دونك لهنا مش نضيف الثلاثة باكوات سكر فاني ومش نخلط المكونات متاعي كما قلت لكم حتى لين يتجانسوا مع بعضهم وبريسك السكر متاعنا يذوب. نخدمهم هكايا بالفوي شويه حتى لين يتجانسوا وكما قلت لكم السكر يذوب. وتويكا مش نضيف الزيت، زيت نباتي كما قلت لكم، ونحرك حتى لين يتجانس مع البيض والسكر. هاو المكونات الكل جانست، تو مش ناخذ صفيه ولا الغربال نتاعي مش نغربل النواشف اللي عندي الكل. مش نبدا بالنشا، نضيف تويكا الخميرة المرتبات، كل باكو ما يعادل 10 جرامات معناتها 30 جرام خميرة مرتبات. ومش نضيف تويكا 100 جرام الجلجلان اللي قليته ورحيته، بالحق يعطي جو ياسر ياسر بنينة في وسط البشكوتو متاعنا. اذا كان ما تحبوهاش تنجمو تستغنيو عليه كما قلت لكم وتعملوا اي فاكهه تحبوها انتوما، مي بالحق عطاها جو ياسر ياسر بنينة سيرتو كي نرحيوه يخرج الجو نتاعو الكل. ولا نكمل هكايا ندخل النشا والجلجلان والخميرة، بعدك مش نضيف الفرينة بالطبيعة. على اهو دخلت المكونات الكل بعضهم، ما بقالي كان تو ان نضيف الفرينة بالطبيعة كيف كيف. حتى الفرينة مش نغربلها، مش نستعمل انا كيلو كامل متاع الفرينة، ومع الكيلو راني زدت اضفت شوية حتى لين تحصلت على القوام اللي تو تشوفوه في الفيديو. للبشكوتو بتاعنا ما لازموش يكون يابس وهكا، لازم يكون مرخوف شوية باش يجينا خفيف وشوش. كملت الكمية اللي عندي متاع الفرينة كما قلت لكم الكيلوغرام، وكملت غربلته. وتويكا مش اللملمين بالنسبة للبشكوتو راهو يتلملمين، ما نعجنوهش كيف كيف باش يجينا خفيف وشوش ما يجيناش من بعد كيابس. هاكا نلمو الماء
هاكا هذه هكا القوام المطلوب متاع البشكوت، كما قلت لكم ما لازموش يكون يابس. وتويكا كي مش نبدا ان نشكل كرينات البشكوت نتاعي، مش ناخذ الماكينه هكا العربي، تنجموا انتوما تعملوا بالماكينه اللي بالكورون كما تحبوا انتوما، وتنجموا كيف كيف راهو تضاعفوا في الكميه. انا هو قعدت كم كميه صغيره، وانتوما تنجموا تضاعفوا في الكميه. ولا هكا نطولوا هكايا شويه كيف كيف باش زيد يجيني خفيف وحشوش. وقت اللي نخرج هكايا شوفوا نطولوا شويه ونرميه في الطبق. الطبق فرشته عفوا دهنته بشويه زيت وشويه فرينه، وكي نجي نرمي الجرينات متاع البشكوتو نحط اسباس كما لاحظتوا بيناتهم كما تعرفوا هو بالخميره. من بعد كي مش ندخلوه الفرن مش يزيد يخمرنا ويضاعف حجمه، دونك هاو كان خليو اسباس بين الجرين والجرين. الفرن متاعي خليته يسخن على 180 درجه، مش نطيبو نار من اللوطه والفوق. هكا هو تقريبا ربع ساعة والبلاتو نتاعي يكون حاضر. وكما قلت لكم ما شاء الله راهو طيح لي كمية وفيرة. هكا هو نكمل انا نشكل بنفس الطريقة حتى نكمل الكمية اللي عندي الكل. هذه هكا البلاتو متاعي حضر، شوفوا كمل شكلته كما قلت لكم ندخله يتيب للفور، وبعد ما يتيب وانا نرجع نوريهولكم في المشهد النهائي. اي فوالا هذه هكا البشكوت متاعي، شوفوا الكولير متاعي وانا هكا حبيته دوري، انتوما تتحكموا في الكولير اللي تحبوها انتوما. ما شاء الله ما نحكي لكمش على الريحة، ريحة الكوجينة ياسر ياسر بنينة. ان شاء الله تجربوها الوصفة وان شاء الله تعجبكم. واذا كان جربتوها ما تنسوش بشاركوا لي تطبيقاتكم على الجروب فيسبوك كويزين باي منو، برتجيوا الوصفة بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعمل فائدة. شوفوا كيفاش خفيف وشوش بالحق يذوب ذوبين في الفم نودكم ولا نشاهيكم. وفي وصفة قادمة ان شاء الله، وبسلامة.